مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج ملفات. شهدت قطاعات النقل ما شهدته قطاعات ومؤسسات الدوله المصريه المختلفه من تطور هائل على مدار السنوات الثمان الاخيره، ادت او اذنت بميلاد جديد للجمهوريه الجديده. واستطاعت وزارة النقل تنفيذ كم هائل من المشروعات في مختلف المجالات، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية. وقد أشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي الهام، خاصة الطرق، والذي تقدمت مصر من خلاله 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية بفضل جودة البيئة التحتية، فضلا عن حصول مصر على الجائزة المميزة من بنك التنمية الإفريقي لبناء الطرق. قطاع النقل في الجمهورية الجديدة شهد طفرة غير مسبوقة. أطول الطرق التي تمت إضافتها خلال 8 سنوات لم تتحقق على مدار تاريخ مصر خلال هذه الفترة. حول ما شهده ملف الطرق من تطورات بالدور حلقة النهاردة مع ضيفي الكبير في الاستوديو الدكتور عبد أبو خضرة، أستاذ الطرق والمرور. دكتور عبد الله أبو خضرة، أهلا بك. الدكتور أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف. خلينا نطلع تقرير وبعد هذا التقرير نفتح هذا الملف الهام مع ضيفي الكبير الدكتور عبد الله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف. بعد هذا التقرير فابقوا معنا. تنموية هائلة وانطلاقة حضرية في مشروعات الطرق والكباري، تشمل تطوير المحاور القائمة واستحداث محاور جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية والقضاء على نقاط التكدس والاختناق المروري ودفع عجلة البناء والتنمية وتسهيل حركة التجارة وإنجاز المشروعات الاستثمارية وتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وفي هذا الإطار افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محور المشير فخري فؤاد أبو ذكري بالإسكندرية، الذي يعد أحد أهم المحاور لربط المدينة بغرب الإسكندرية والطرق السريعة لتخفيف التكدس المروري. يبلغ طول المحور 35 كيلومتر ويقطع طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير المطار. يتضمن 9 حارات مرورية في كل اتجاه، منها 4 حارات خدمة و5 حارات حرة بتحويل المسطحات الكباري في المرحلة الجارية 320,000 متر مسطح. في الوقت نفسه تشهد محافظة الإسكندرية طفرة كبيرة في مجال الطرق، حيث تم تخطيط وتطوير جميع المحاور الطولية والعرضية التي تربط الإسكندرية بالقاهرة بعدد 7 محاور، وتطوير وتوسعة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 220 كيلومتر وإنشاء 10 كباري علوية، وجاري الانتهاء من عدد 4 كباري وتنفيذ 6 كباري أخرى، وتطوير وتوسعة طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بطول 160 كيلومتر. إلى جانب ذلك، تمكنت وزارة النقل من تنفيذ 100 المشاريع في مجال مشروعات الطرق في الدولة، منها إنشاء طريق مزدوج في المسافة من نفق الشهيد أحمد حمدي حتى شرم الشيخ، وتطوير طريق دهب نويبع، وكذلك طريق بنها المنصورة الحر، وطريق الصعيد الصحراوي. كما نفذت الوزارة مشروعات لإنشاء محاور عرضية متكاملة تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وتساهم في تنفيذ مخططات التنمية الشاملة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية في صعيد مصر، منها محور عدلي منصور على النيل والصمالوط بطول 24 كيلومتر ومحور قوس بطول 19 كيلومتر وكلبشة بطول 23 كيلومتر، وكذلك محور الفريق العصار مصر الجديدة تحيا مصر
بطول 18 كيلومتر، ومشروعات تطوير شرق القاهرة، مدينة نصر، مصر الجديدة، وغيرها من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تيسير حياة المواطنين. مشاهدينا مجددا مرة تانية برحب بضيفي الكبير في الاستوديو الدكتور عبد الله ابو خضرة، استاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف. خليني اكلم دكتور عبد الله في البداية، يعني احنا كنا ايه واصبحنا ايه؟ وهنا اتحدث عن فترة زمنية محددة، يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هذا الملف شهد هذه الطفرة الكبرى الذي تحدثت عنها في المقدمة مع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا وضعنا كان ايه واصبحنا ايه؟ في البداية خلينا نرحب بحضرتك ومشاهدين حضرتك الكرام، وخلينا نبدا ان ما يحدث في مصر في خلال 8 سنوات ده كان حلم لكل المصريين. ما فيش سقف للطموح، تحقيق كل لتحويل الدولة المصرية لدولة عصرية حديثة بمفاهيم متطورة، وبيتم يعني رسم او اعادة رسم خريطة الدولة المصرية من اول وجديد. سياسة جغرافيا الدولة المصرية اللي احنا كنا بندرسها، الاماكن الصحراوية والاماكن الزراعية، دلوقتي تم الخريطة بشكل كبير من خلال كل الدولة المصرية. وللأسف الشديد في الدولة المصرية منذ عقود طويلة وكان مصارعة الزمن في عملية يعني العقب بالرغم التقدم وتعويض الفترات السابقة من خلال اللي تم في جدال غير كله، وده الرؤية المستقبلية تحسيسي والهدف الوصول ليه ومتواجدة ولرغم اصبحت قمه للمستثمرين من الشرق والغرب في الوقت الحالي بعد انتهاء كثير اللي كان مخطط الانتهاء منها. لما موجوده كانت موجوده عندي زي السكه الحديد او النقل النهري، وده كان حساب ان طلب الطرق زاد بشكل كبير، ده ادى الى معدلات استهلاك الطرق بشكل اكبر، زادت نسبه الحوادث بشكل كبير اللي كنا بنسمع عنها. فكان مستعمل بدائل النقل الاخرى اللي كانت من فترات تريليون جنيه للتطوير، تخطى هذا الرقم، وصل لتقريبا ما يقرب من 2 مليون جنيه. كان مليار 100 مليار منظومة السكة الحديد القديمة اللي كانت بتعمل بالديزل لمنظومة جديدة في النقل الأخضر والتوجه للنقل الأخضر بشكل كبير، تطوير البحرية 15 للمواد الدراسيه وحاجه التطوير النهري ده بشكل كبير. ده يعني تم الصعب لمجالات الاستثمار للمحافظات الداخليه عندي بنات الخارجه الداخله عندي في سي العالمين وكثير مرسى برداويل المليز وفي في شرم الشيخ اللي فتح منافذ وزياده المنافذ للمناطق الداخليه، محتاج انها تكون الخريطه بيضل التكلفة تبقى محطوطة على المنتج بتاعه. تمام. فالمحافظات نتكلم بشيء بالتفصيل دكتور عبد الله، نتكلم احنا خلينا في الحاجات الملموسة لنا كمواطنين اللي هي شبكة الطرق. احنا كان عندنا شبكة طرق قديمة كانت قد ايه شبكة 23,500 كيلومتر تقريبا، اتعمل 7,000 كان المخطط عمل 7,000 كيلو لتصل ل 30,500، تخطينا هذا الرقم بكتير. اصبح اللي معمول قد 23% من شبكة الطرق على مدار تاريخها كله. دي شبكة الطرق الموجودة في مصر، وتم الشبكة بمفاهيم حديثة دخلت عندنا لأول سيسي زي مثلا فلسفة فصل حركة النقل على الملاكي، ودي حوادث على طرق بشكل كبير. تكنولوجيا
خرسانة لتحمل للحفاظ القائمة بالعربيات الملاكي أو العربيات العامة. احنا ننتقل لفلسفة تحرير الحركة على الطرق من خلال عمل انتقال الحركة الاتجاهية بشكل من خلال كباري الأنفاق دون من خلال الشهادات العالمية أكدت أن مصر الحوادث فيها قلت بنسبة تخطت الـ 40% عما كانت عليه. ده بالنسبة لمجال الطرق. هنا بنتكلم على طرق 23,000 ده الأرض اللي كان موجود. هل تم إعادة تأهيل هذه الطرق لأنها كانت محتاجة إلى صيانة وأمور كثيرة جدا؟ صحيح يا فندم، تم إعادة ورفع كفاءة كثير من المحاور الخارجية ورفع كفاءتها زي ما اتحرك كده بفصل. على سبيل المثال طريق الصعيد يعني يبقى طول كيلومتر من القاهرة لكيب تاون، طول 2 كيلومتر اتعمل محجرين جيش ملاكي وعمل حارات خرسانية للنقل. لما نيجي نشوف طريق السويس، طريق الاسكندرية، كل تقطع للنقل والطرق اللي تم طرق جديدة عندي كثير المتحف الزهيري بيعرض مخرجنا النهارده بيعرض شبكه الطرق والمحاور الرئيسيه التي تم تنفيذها، مشهد جميل جدا. خليني دكتور عبد الله يعني اتحدث سريعا كده يعني، ويمكن حضرتك برضو يعني توافقني هذا الراي، لما كنا بنسافر بره او حتى اهالينا اللي كانوا يجوا من بره سواء من دول الخليج او من الخارج كانوا طول الوقت يقولوا الطرق بره وسبعه مش عارف ايه. صحيح. وكم حاره ومش كم حاره. النهارده الدوله المصريه بتخطو خطوات مش عايز اقول قفزات في مساله الحقيقة. الطرق وشبكه الطرق، والناس تسمع بعض الناس المعارضين يقول لك طرق ايه وهنعمل ايه بالطرق؟ الله اكبر. ما انت كنت بتقول احنا عايزين اشمعنى الطرق عندنا؟ يعني انا فاكر طريق المنصوره القاهره ده كانوا بيسموه طريق الموت. صحيح. لانك يا تعمل حادثه يا تنزل في النيل. صحيح. مفيش قدامك مطار. صحيح. بجد يعني. صحيح. كانوا بيسموه كده. صحيح. فانا بستغرب الناس دي، ويمكن حتى قبل التسجيل قلت لي احنا يعني حاسين بالطرق وشايفين الطرق، لكن الاهم ايه العائد؟ صحيح. ايه الفايده من الحاجات دي؟ يعني مصطلح اللي حضرتك استخدمته بتاع طريق الموت ده يمكن كتير من الطرق قبل 2014 كان بيطلق عليها طريق الموت. كثير. لا ده نظرا لتكدس الرحلات عليها بشكل كبير، زياده الكثافات السكانيه مع ثبات المحاور لفترات طويله دون تطوير بشكل جديد منها، بالعكس انا قلصت زي ما اتحرك ادوار. البديل الوحيد هو الانتقال على شبكه الطرق، فده زي الحوادث معدل استهلاك الطرق فاصبحت بالمصطلح اللي سيادتك وصفته اللي هو الطرق. فكان لتطوير وخير قام، وده هو طريق بسيط زي طريق الدائري اللي حواليه القاهره، وصل ان عدد الحالات وصل 210,000 رحله في اليوم، 77,745,000 رحله في السنه. اي طريق يستحمل هذا العدد؟ واي شكل من اشكال الحوادث او المشاكل اللي ممكن تحصل على طريق بيمشي عليه كم من المركبات بهذا الشكل في اليوم واحد؟ فكان تطوير الشبكه القائمه. خلينا زي ما سيادتك تفضلت في جزء تاني من السؤال سيادتك، انا المشاريع القوميه الخاصه بالطرق هي مشاريع كثيفه العماله. لما نشوف الارقام العمل المشروع فتح حسام الرئيس من كام يوم اللي هو كان موجوده في والتغلب موجوده خلص في سنة ونص، ده وقت قياسي. طب كم في أول عام 10,000 فرصة عمل بشكل مباشر و30 عمل بشكل غير مباشر، اشتغل في طريق 46,000 فني ومهندس وعامل. ف استثمارية في هذه المنطقة ده انتقال
الدولة المواطن من وسط الاسكندرية بهذا المشروع فتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو محور الشهيد المشير فؤاد ابو هكري والصعوبات. وهنا اتوقف عند يعني جزء مهم جدا، هو مسألة الكفاءات المصرية. لان لما نشوف زي ما حضرتك اشرت، وحتى التقارير اللي كانت بترصد هذا العمل والصعوبات اللي مرت، سواء كانت ملاحة ارض او بعض الصعوبات خاصة بانشاء هذا المحور، وحضرتك تحدثت عن ان هو كان يفترض ان هو يقام خلال 3 سنوات وتم في زمان قياسي. الكفاءات المصرية في هذا المجال، خاصة ان احنا بنشوف يعني طرق، بنشوف كباري، بنشوف محاور على مستوى دولي. يعني انت لو سوري، لو قعدت في لندن، لو قعدت في ايطاليا، لو قعدت في السعوديه، مش هتلاقي بنفس الشكل، بنفس هذه الكفاءه. الكفاءات المصريه و السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كرم الباشمهندس عبد السلام، الدكتور عبد السلام، يعني استشاري هذا المشروع وتأكيد هذا التكريم على يعني بلا شك لافتة طيبة جدا أثرت، وده تكريم لكل الأساتذة والاستشاريين والخبراء في الدولة المصرية، إن أعلى قيادة في الدولة المصرية بتحترم التوجه للأساليب العلمية الحديثة، وده بنشوفه على فكرة في كل زيارات اليوم الرئيس اللي بتبقى دايما موجودة، سواء في أجازات أو في أعياد، بتلاقي دايما السيد الرئيس بتقعد في وسط أبنائه اللي موجودة كتير، فجات الفرصة انهم ان كان مهندسين بخبرات غير اثناء التنفيذ المشروعات وخير دي شكل وتم وخير الفؤاد المشير فؤاد ابو ذكري، ده صرف صحي ومحط وخطوط بترول من المشاكل اللي تم التعامل الاساليب العلميه وتم مشروع في جنب كله المشروعات اللي على سبيل المثال لسه نرجع لها تاني بحرات في بعض الاماكن واتنقل من وزاره الاسكان لوزاره النقل. وصل لسبع لثمان حارات بشكل كبير كانت موجوده تحت الدائره الكهرباء، تم تماغم شديد الهيئات والمؤسسات لانهاء مثل هذا المشروع، المشروع ده 86 يعني تقريبا ما يقرب من 20 سنه. انت العشوائيات اللي كانت يعني وانهى هذا المشروع بشكل برضو غير بنتكلم على اقتصاد، بنتكلم على تنمية، بنتكلم على استقرار. خلينا ناخد هذا التقرير، بعد هذا التقرير هتكلم عن
في سهولة في النقل فيها نتيجة هذه المحاور بعد هذا التقرير، فابقوا معنا. باري وإنشاء عدد من المحاور، واحدة من أهم التنمية للدولة خلال السنوات المقبلة، مع القيادة السياسية تضع هذه المشروعات في بؤرة اهتمامها، إذ انطلق المشروع القومي للطرق منذ عام 2014 الماضي بتنفيذ 7000 كيلومتر بتكلفة بلغت 175 مليار جنيه. تطوير شبكة الطرق ضمن كريمة بإجمالي قيمة نحو 10 مليارات جنيه. وكباري حاليا بتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة في هذا الإطار، منها تطوير الطريق الدائري حول القاهرة بتكلفة متوقعة 20 مليار جنيه، تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع شكت المرحلة الأولى على الانتهاء، والتي تضمنت توسعة الطريق بواقع 7 حارات بكل اتجاه، ما ساهم في تخفيف التكدس والقضاء عليه. كانت الهيئة على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بطول 7000 كيلومتر، وتتضمن مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات بأطوال 325 كيلومتر، وكذلك مشروع استكمال طريق الخدمة بطريق القاهرة السويس من الدائري الإقليمي إلى نظيره العادي بإجمالي أطوال 37 كيلومتر. ذلك إضافة إلى مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر سفاجة مرسى علم بطول 213 كيلومتر، إلى جانب مشروع ربط طريق السويس بنفق الشهيد أحمد حمدي ليصبح مكونا من 4 حارات في كل اتجاه ب2 كوبري بإجمالي أطوال 24 كيلومتر. كان تسهم هيئة الطرق والكباري في تطوير 2900 كيلومتر داخل 20 محافظة تابعة لمشروع حياة كريمة، تشمل 1436 قرية تابعة للمحافظات بتكلفة مبدئية 10 مليارات جنيه، بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق، وكذلك تنفيذ المشروع القومي لرصف الطرق داخل المحافظات بطول 25,000 كيلومتر بعدد 13 محافظة بتكلفة مبدئية 35.4 مليار جنيه، بهدف تسهيل حركة النقل. وتستهدف هيئة الطرق والكباري الوصول بحجم شبكة الطرق إلى 30,000 كيلومتر بقيمة استثمارية 295 مليار جنيه، مقارنة مع 23,000 كيلومتر حاليا، ما ساهم في تحسين تصنيف شبكة الطرق المصرية على مستوى العالم لتصل إلى المركز 28، بجانب تخفيض معدلات الحوادث بنحو 45%. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. دكتور عبد الله، المحاور يمكن برضه نتكلم انا وحضرتك دلوقتي، ان هذه المحاور او هذه الطرق بشكل عام او المحاور بشكل عام كان لها فضل كبير في تنمية بعض المناطق سواء كان في الصعيد او في الدولة المصرية بشكل عام. صحيح يا فندم، زي ما قلت حضرتك في بداية البرنامج، تم جغرافيا مصر، احنا كنا زمان بندرس الهجرة الداخلية للبحث عن فرص العمل، وكانت دايما بتبقى في وجه بحري، فكان بتنقل العين العام من الجنوب والشمال. دلوقتي بفضل الرؤية المدروسة اللي اتعملت من خلال مصر تفتقر مثل هذه المحاور، محاور عددية لربط اقصى الغرب باقصى الشرق مع تطوير البحر الاحمر، انا كده كاني قربت هذه المناطق الداخليه للاستثمار في هذه المحافظات بشكل كبير. فبقى عندي امثله زي على سبيل المثال حصر منطقه اطفيح كمركز من مراكز كانت اكثر احتياجا، دلوقتي بقى عندي بيتعمل فيها مدينه طربول 26,000، ده 109 مليون متر مربع، مدينه من اكبر مدن الصناعيه على مستوى العالم. ده بفضل ربط المحاور عند قوس الشرق للدليل الاقليمي
رماد الزعفرانه، برسوف الزعفرانه، الربط سواء بمحاور من جنوب الفيوم الزعفران ثم المنيا الشيخ فاضل راس غارب في البحر الاحمر عن عند صوت الغردقه ابو سيد اللي كنا بنروحها بالطيران والهليكوبتر اسوان وبعد الانتقال قربت المسافات وقربت 15 ميناء بحري في دوله مصريه من البحر المتوسط البحر الاحمر جربوه في دوله مصريه الربط عندي مليون قدام في توشكا لو مع تسهيل كامل هذه المناطق من مياه الرئيس كان بيقول مش فقط مساكن ولكن كل مع توفيق لطلب كبير افضل اللي نصويف نص مليون ان ترى النور او حتى انتقل الى افراد بدون مواصلات صحيح صحيح يا فندم خليني دكتور يعني هو يعني خلينا نتكلم ان ملف النقل والطرق في مصر ملف كبير مش ملف سهل يعني الطرق والمحاور والكباري ده جزء منه لكن في حاجات كتيره يعني موجوده وخلينا برضو نتكلم على موضوع المترو او محطات المترو او المراحل الجديده اللي تم اضافتها خط ثالث وخط رابع اهميه هذه الخطوط دكتور وكمان مسألة التكنولوجيا وتحول الدولة المصرية إلى التنمية المستدامة وما يعرف بالاقتصاد الأخضر وهنا نتحدث عن شكل جديد حتى في استخدام الطاقة في النقل صحيح يا فندم خلينا نقول إن أنا عندي في كثير من المدن المصرية وبالأخص القاهرة كوبرا والاسكندريه كان مدينتين من اكبر المدن كثافه سكانيه كان في حاجه ملحه لوضع افكار جديده لتخفيف التفاعل المروريه اللي موجوده على الطرق من خلال عده محاور تم العمل عليها لان كبيره فكان الاخضر زي ما قلت لحضرتك بميزانيه وصلت ل 837 مليار جنيه من اجمالي 10 تريليون جنيه تم مترو انفاق اللي هو الجرم تلوث على البيئه وعلى المواطن ف بدخول مترو الانفاق ولكن توقفت لفتره طويله عمليات الصيانه فكان خطوط القائمه ف بتخلص ونص 65 كيلو جماعه على مستوى العالم في مجال بعد الخصوص 30 اسكندريه لتخفيف من خلال
كبرى الرقم مش فاهم الموجود نحو قطار القهوة المرحلة كنوع بالكامل المرحلة عندي ابو طرطوس الامر حضرتك بتتكلم دكتور عبد الله ولحد قاعد كده يعني يتخيل شكل الدوله المصريه بعد اتمام هذه المشروعات. تمام. سهوله الحركه، التنميه، سهوله نقل البضائع وسهوله نقل البشر حتى يعني صحيح. شكل تاني خالص. يعني احنا بنتكلم سريعا في مشاريع لو كلمنا فيها بالتفصيل فاحنا محتاجين في كل صحيح. يعني مشروع لو كلمنا على محطات المترو او المترو واللي حصل محتاجين حلقه، لو كلمنا على الطرق محتاج، لكن احنا بنتكلم بشكل يعني مركز شويه. اتكلم على سكك الحديد يعني صحيح. والدوله المصريه يعني تاريخيا دائما يقال انها ثاني اكبر شبكه سكك حديديه بعد من حيث القدم يعني بعد المملكه المتحده 1852 وتم 1854 يعني حاجه كده داخلين في اثنين كتير التطور، خاصه ان السيد الرئيس برضو من ضمن يعني مقولاته الهامه ان مفيش عندنا هيبقى قطر شكله سيء صحيح. ولا خدمه سيئه، ويجب تغيير مفهوم السكك الحديد في مصر لتناسب او لتكون اكثر انسانيه يعني صحيح. فان منتهى التقدم اللي حصل في الفتره ديت تم رصد ميزانيه 225 مليار جنيه لتطوير منظومه السكه الحديد بتعمل بالديزل من خلال اطوال جديده عليها تخطط متر السكك الحديد مصر ده غير متر الضغط بالقطار الكهربائي السريع. الشبكه القديمه ديت خلينا نقول تم المحطات للاشارات للسكه التحكم في الحركه لتقليل التحكم في الحركه بشكل آلي التطوير جديد و عربة بضائع ودي نقطة نحط تحتها من خاطر ان ده المجال في شكل بورسعيد لا الصناعه العالميه في مثل هذا من الصناعه
الزراعه البحريه. خلينا نتكلم على برضه موضوع هام في مساله النقل، الانفاق. الدوله المصريه انشات مجموعه كبيره من الانفاق لربط يعني الدلتا بسيناء وربط مناطق هامه داخل الدوله المصريه بعد هذا التقرير. فابقوا معنا. تبقى مشروعات الطرق إحدى العلامات البارزة ضمن خطة المشروعات القومية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة لما تمثله من شرايين للتنمية، ولذلك تعمل الدولة على إحداث نقلة نوعية في مجال إنشاء وتطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية للوصول بمستوى الجودة إلى المقاييس العالمية. الأهمية الاقتصادية للطرق هي أولا على محورين، أهمية في تصدير المصرية للخارج وفي إلى المناطق الجديدة، ولأن المستثمر عندما يجد شرايين الطرق يسميها شرايين الحياة وشرايين الاقتصاد، فالطرق مهمة جدا للاقتصاد المصري وجاذبة للمستثمرين عندما يجد موانئ كالاسكندرية وغير ودمياط وغيرها للتصدير ويجد طرق، فمن السهل جدا إقامة المصانع وإقامة المنشآت الاقتصادية المهمة التي تدرب الدخل على الاقتصاد الوطني. تطوير القرية المصرية وتطوير القرية المصرية على ثلاث محاور. المحور الأول توفير من خلال حياة كريمة في منشآت حديثة في ميكنة في رقمنة، وثانيا ربطها بشبكة طرق ومواصلات مع القرى مجاورة وبالتالي منتجات القرى وتبادلها مع بعضها، إضافة إلى ارتباطها بالأسواق الرئيسية، وهذا نقلة نوعية وحضارية للريف المصري. وتسيير حركة النقل وخفض معدلات الحوادث وسيولة المرور وتشجيع حركة الاستثمار في مجالات الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية. مصر تقريبا نفذت حوالي 7000 كيلومتر في على مدار 8 سنوات في كل محافظات ببعضها، ودي المسألة من اجل ان يصل احد الى كذا كذا، ولكن خليني اقول ان دي وبالتالي عمل شكل الاقتصاد استغلال في على مسار الطرق كلها او تحت الكباري نفسها بطريقة حضارية، ودي فتحت فرص عمل جديدة ظاهرة البطالة وتراجعها اللي وصل تقريبا ل 7.2% حسب اخر احصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وقد شهد قطاع الطرق والكباري تطورا كبيرا انعكس ذلك على مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزا من المركز 118 الى المركز 28. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مجددا. معلش يعني الدكتور انا بعتذر، الوقت بيمر بسرعه وفي ملفات كثيره خاصه بموضوع الطرق، لكن نتكلم على الانفاق سهل. يعني احنا يعني منطقه سيناء منطقه عزيزه علينا جدا، وكان لابد من زياده معدات الربط لدفع الاستثمارات بشكل كبير في منطقه سيناء. لسه كنا بنقول تم استصلاح حوالي نص مليون فدان في شمال ووسط سيناء، ودي كانت مناطق محتاجه للاستثمارات. وخلينا اقول لحضرتك كان الهدف الرئيسي دايما هو مش فقط انشاء طرق وتسهيل الحركه، ولكن ايضا الوصول لمناطق لتسهيل فتح فرص عمل فيها. فكان شبه جزيره سيناء وبالاخص شمال ووسط سيناء تم الانفاق عن
القائم لو نافع احمد حمدي، فبقى في عندنا نافعين في بورسعيد واثنين في الاسماعيليه وعن انشاء واحد جديد في السويس بالاضافه لنافع احمد حمدي الموجود للمتجه الى سيناء. اما النافع الجديد ده القادم من سيناء بالاضافه لعمل كثير من المعديات، وصل نقاط الاتصال بمنطقه سيناء لاكثر من 17 نقطه اتصال مهمه معاها بالاضافه للمنطقه الشرقيه لتسهيل العاصمه. منطقه القناه تبقى اصبح منطقه من اللي هي السخنه و مر منها اكثر من 12% من حركه التجاره العالميه واكثر من 2% من حركه التجاره الحاليه العالميه، زي مثال وليس الحصر شركه نورسك العالميه للنقل البحري داخله في شراكه مع هيئه قناه السويس لعمل من اكبر محطات لتموين السفن بالطاقه الخضراء ونظيفه في منطقه قناه السويس، والاشتراك القناه تعميق غرب وتكميل حتى الدكتور ملف هام جدا هو النقل النهري. هذا الملف ملف منتهى الخطورة وملف مهم جدا، ويجب صحيح. ان يعني توليه الدولة اهتمام. عندنا نهر نيل جاي من جنوب الى الشمال يمر به الكثير من المحافظات. هذا الملف محتاج لحلقة يعني على في هذا الملف لانه مهم جدا. ربنا يخليك فانتسلم. شكرا تقدير لضيفي الكبير دكتور عبد الله ابو خضر استاذ الطرق والمرور بكليه الهندسه بجامعه بني سويف، كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج ملفات، بشكرك شكرا جزيلا. والشكر لفريق اعمال ملفات لهذا اليوم، رئيس تحرير وليد محمود واسره الاخراج فريد شرف والمخرج الكبير مدحت الزهيري، والشكر لزملائي في استوديو 2، وشكر كل الساده الفاضلين على حسن المتابعه. اخوكم انا ايهاب اللوندي على خير، الى اللقاء.